رسالة سيدة تقول: والدتي منذ أن كنا صغارا تعتقد أنها مسحورة، ومرت السنين وحاولت بكل الطرق تحصين نفسها وتحصيننا ولو بالطرق غير المشروعة وعمل أحجبة ونحوه، ومؤخرا استعانت برجل يقال إنه رجل صالح يتعامل مع جن مسلم، أحضر لها ورقتي على أنهما السحر، طلب منها أن تحرقهما. سؤالي: هل التعامل مع هذه النوعية من الشيوخ يعد حلالا؟ هل الاستعانة بالجن للنشرة لحل السحر حلال؟ الآن أمي قاطعتني، أنا وأختي عندما أخبرناها أن ما قامت به حرام ولا تريد أن ترد علينا، كيف أتعامل مع أمي بما يرضي الله عز وجل؟ أحتاج نصيحة تعينني على كيفية التعامل مع أمي، خاصة أنها مقتنعة أن ما قامت به حلال بلال وأنها كرامة يؤتيها الله من يشاء من عباده. أولا، لقد أخبر الله نبيه عندما سحر بمكان السحر وبالساحر بوحي من عنده جل جلاله. لقد روى البخاري في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد ابن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات ليلة وهو عندي دعا ودعا، ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ فقال: مطبوب. من طب؟ قال: لبيد ابن الأعصم. في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. وأين هو؟ قال: في بئر ذروان. المقصود أن الوحي هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جبريل من الساحر وفيما وضع السحر وأين وضع. فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها نقاعة الحناء، أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. هذا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بالمكان وبالساحر وبالسحر من خلال الوحي، والله جل وعلا عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. نحن بالنسبة لغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف يتأتى ذلك؟ قالوا بأحد أمرين: أولها الاجتهاد في الدعاء، ادعوا الله ليل نهار صباح مساء إن ربنا سبحانه وتعالى يدلك على مكان السحر لعله أن يستجاب لك فتستخرج فتتلفه. الأمر الثاني الرؤى والمنامات الصادقة، فقد يسفر الاجتهاد في الدعاء عن رؤيا منامية صادقة تدلك على مكان السحر، وتكاد رؤيا المؤمن في آخر الزمان أن تكون كفلق الصبح، والرؤيا الصالحة جزء من 46 من النبوة. فقد يسفر الاجتهاد في الدعاء عن رؤيا صادقة يراها المسحور أو ترى له، يتبين من خلالها مكان السحر، ثم يتطابق هذا مع الواقع فيزيل مادة السحر ويتلفها، والحمد لله. لقد روي ذكر نقل أن بعض المعالجين يعرف مكان السحر من خلال سؤال الجن الذي ينطق بلسان المصروع فيخبر عن مكان السحر. قالوا شريطة أن يكون المعالج على قدر كاف من العلم الشرعي والخبرة والتجربة والفراسة التي تؤهله لمعرفة صدق الجني الصارع أو كذبة، وأن يكون السؤال بقصد الاختبار والامتحان لا بقصد التصديق والإقرار. ما يصلحش أن تأتي كاهنا فتصدقه، إنما أن يعني أن تختبره
أن تستعلم عن حالي في ذلك في ذلك إيه فسحة. وهذه الأخيرة لا ينبغي التعويل عليها لما يحتف بها من المخاطر العقدية، فلا ننصح أبدا بالاستعانة بالجن لفك السحر ولا بالتعامل مع الشيوخ الذين يزعمون ذلك. لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، لكن داري أمك، ترفق بها، قل لها ميسورا من القول، لا تشبهها بما تقرأ، وعليك بالأدعية المشروعة وصدق اللجئ إلى الله عز وجل، وأرجو أن ترى من عجائب لطف ربك ورحمته ما يذهلك وما لم يكن يخطر لك على بال. ابن القيم رحمه الله يقول: والنشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل السحر بسحر مثله، وهذا الذي من عمل الشيطان، فإن السحر من عمله فيتقرب إليه الناشر والمنتشر بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. ثم قال: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدعية المباحة، فهذا جائز بل مستحب. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.